بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا ومرحبا بالجميع، صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت الذي تستمعون فيه إلى هذه الحلقة الجديدة من يونس توك. في هذه الحلقة سنقرأ صوتيا مقالا نصيا نشر بالفعل على مدونتي، وعنوانه لا وجود للاكتئاب مع الحمد والشكر. صدقت ذلك أم لم تصدق؟ الأمر راجع إليك، فبسم الله نبدأ. يسألني كثير من الناس عن سر استمراريتي. الجواب الحمد والشكر. كما ترى أدناه في الصورة، طبعا سأضع رابط إلى المقال النصي نفسه، تذكير يومي في الصورة، يعني لمن يسمع سنصف الصورة، من موقع اسمه Positivity Space، يعني طبعا مساحة الإيجابية، وهو تذكير يرسل لك تذكير يومي بأن أحمد الله، مع تذكيره لي أنه من 5 سنوات كتبت ذلك الحمد. لاحظ أنه منذ استخدامي لتطبيق Positivity Space، أي مساحة الإيجابية، منذ 7 سنوات وأنا يوميا أكتب ما أشكر الله عليه دون انقطاع ولو ليوم واحد. إن التوفق للحمد يستوجب الحمد كذلك، فالحمد لله والحمد لله رب العالمين. أيضا اقتطفت من مقال سابق لي بعنوان كيف تتغلب على شعورك بعدم الاستحقاق مالي. الامتنان أي الحمد والشكر لا يعني بأي حال من الأحوال أنك غبي خانع للقلة المسيطرة. فبعض الناس يفكر لماذا أمتن على الماء وهنا ثلة من الأوغاد هم من قطعوه. التفكير الثورجي هذا لا ينفع في الامتنان لأنه لا يتعلق به. الامتنان ليس توقيعا من المرء بأن الحياة متألقة ورائعة وهناك قوس قزح والأرانب تتقافز والتليتابيز تفعل أشياءها غير المفهومة. بل يعني أي الامتنان الحمد والشكر أنك سعيد بأن الكون أو بوذا أو طاو أو تاو أو المسيح أو يهوى أو الله عز وجل وفق الديانة طبعا منحك هذه النعمة، رغم أنه كان من الممكن أن لا تمنح. أما رئيس الوزراء ورئيس الحي ومدير مصلحة المياه فلا علاقة لهم بالامتنان هنا. ونكمل المقال لأنه أنت الآن المقتطف من مقال أيضا أنصح به، عنوانه كيف تتغلب على شعورك بعدم الاستحقاق، والروابط موجودة بوصف الحلقة. لا يهمني ما تعتقده في نصيحة الامتنان وما إن كان سيفيدك وينجحك في حياتك أو لا، لأنني أنا مثل فاديم زيلاند، كاتب كتب مساعدة ذاتية وتنمية ذاتية، أشهر كتبه Transserving، وهو مترجم عن مركز صلاح الراشد، تمام، مترجم للعربية. وهنا يسعدني أن أشكر، وطبعا هذا تابع للامتنان والشكر، الأستاذ بندر الثقيل من السعودية، لأنه أرسل لي كتاب فاديم زيلاند، فبارك الله فيه ورزقه ما يحب. أقول ركز على جدوى الطريقة لا عن مناقشتها، لأنك بالمناقشة لن تصل لشيء. أنا قد أتفهم أن ينكر ملحد الامتنان ونفعه، مع أنهم لا ينكرونه أي الملاحدة، لأن العلم مجمع على نفع الامتنان. لكن من الغريب أن يجادل مسلم في الموضوع. برأيي الشخصي لا يجتمع الإيمان والاكتئاب في قلب، على الأقل ليس لفترة ممتدة. ومع أن هناك من يشكك في جدوى الامتنان، إلا أن الدلائل كلها تشير إلى أنه نافع ومجد. طالع الجانب المشكك في جدوى الامتنان هنا، ثم وضعت رابط لمقال نادر ندرة الكبريت الأحمر بالفعل، لأنه مقال يشكك في جدوى الامتنان وعنوانه هل الامتنان يزيد حق السعادة؟ أظن أن الأدلة العلمية على نفع الامتنان ليس في معظمها إلا سراب، وهو من نشرة دينومايت، وهي نشرة جيدة أنصح بها رغم أني أخلفها في قصة الامتنان هنا. وأوردت هنا، يعني هذا المقال الذي أشرنا إليه يحاول تقويض نفع الامتنان، ليخبرك أني أجريت بحوثي بتعمق، يعني رأيت الجهة التي تؤيد والجهة التي تعارض، مع أن الجهة التي تعارض نفع الامتنان نادرة ندرة الكبريت الأحمر، يعني نادرة جدا، عزيزة، يعني عزيزة بمعنى نادرة هنا في اللغة العربية. فمثل هذه المقالات المناقضة لنفع الامتنان وتكون بعد شرط محترم وموثقة نادرة ندرة الكبريت الأحمر. المقالة وعدد النشر الذي ذكرناه يحوي روابط ممتازة أيضا تثبت نفع الامتنان، سبحان الله.
سيقول البعض لكن الاكتئاب حالة مرضية لا بد من مراعاة المصاب بها لأنها متعلقة بكيمياء الدماغ. جوابي الواقع أنها ليست متعلقة بكيمياء الدماغ، لأنه لما كنت أقرأ عن الاكتئاب بكثافة كنت أسأل هذا السؤال البريء: لو كان هناك مادة للسعادة كما يقولون، لماذا لا يضخونها في أجساد أبو اكتئاب ونرتاح من نحيبه؟ الجواب هو أن الاكتئاب ليس متعلقا أساسا بكيمياء الدماغ كما تقول أحد الدراسات الحديثة. وحتى لو أعطيت المكتئب مواد كيميائية تفرحه فهي ذات أثر مؤقت وسيعود للنحيب بمجرد قلتها في جسده. كما أن دراسة جديدة تشير إلى أن التمارين الرياضية تستطيع معالجة الاكتئاب بفعالية الدواء نفسها. أسماء رمضان، هو مقال من أسماء رمضان في موقع نفسيته، هو موقع مرموق وجيد. فلما إذن تلجأ إلى مواد غالية الثمن مع وجود إمكانية أن تلعب تمارين رياضية في المنزل دون دفع فلس واحد ولا حتى شراء حصيرة يوغا؟ تأملت في حياتي الشخصية ووجدت أن ما كنت أسميه اكتئابا لم يكن كذلك، هو مجرد حزن عابر. أنا أؤمن بالحزن والبكاء على الناس والأشياء والقبض بمعناه الصوفي، وهو حزن غير معروف المصدر. وهذه الأشياء مثلها مثل المطر والحر والبرد تأتي وتذهب، وهي من ملازمات الحياة، هي محطات لكنها ليست سكنا للمكوث والبقاء. يعني هنا تعليقي: مثل الحال والمقام عند الصوفية، فالحال شيء لا يستقر والمقام شيء تستقر فيه، المقام يعني شيء تستقر فيه تقيم فيه. بغض النظر عن وجود الاكتئاب من عدمه، ما توصلت إليه هو أنه حتى لو قرأت نصف محتوى الانترنت بشأن الاكتئاب ستجد أن جاء علاج له هو العلاج المعرفي السلوكي. ويمكنك، أنا وضعت رابط عن أنجع 3 علاجات للاكتئاب وفق العلم التجريبي والعلاج المعرفي السلوكي من بينها، تمام؟ يعني في 3 علاجات هي اللي أثبتت جدواها في علاج الاكتئاب. بهذا الصدد أتفق مع سادجورو في قوله أدنى في الاقتباس. سنحكي الآن قول سادجورو، تمام؟ لكن عندنا يعني تنبيه وملاحظة عن هذه الشخصية. فإذا يقول سادجورو بخصوص الاكتئاب: كثرة الاكتئاب والأسئلة الوجودية والمعاناة النفسية من أسبابها سهولة الحياة وريحيتها في عصرنا، فلو كنت بحاجة إلى الإتيان بسطل ماء لابد أن تسير لتجلبه ميلا ماشيا، وعائلتك بحاجة إلى 25 سطلا آخر من الماء، لن يكون في حوزتك وقت تؤذي فيه نفسك لا ماديا ولا نفسيا. فسهولة الحياة من دواعي تفكير المرء أن يؤذي نفسه، يقول سادجورو، وانتهى هنا كلامه، تمام؟ هو أيضا من مقال عنوانه مقال لي: بعض الحكم التي استقيتها من لقاء أجري مع سادجورو. لكن هنا أحذر من سادجورو، سبب: توقفت شخصيا عن متابعة سادجورو بعد أن سئل كيف نوقف العنف في العالم، وقال أنه سيزعجه الكثير بجوابه لكنه سيقوله على أي حال. وقال هو أن سبب وأصل العنف في العالم هو الكتب الدينية التي تدعو لقتل الآخرين إن لم يؤمنوا. بالتالي وفق سادجورو لن يتوقف العنف في هذا العالم ما دمنا لم نختصر أو نهذب أو نشذب هذه الكتب. انتهى معنى كلامه. هنا هذا تعليقي على كلامه. وكان حكيما، أي سادجورو، بما يكفي لأن لا يذكر أي كتب يقصد هو أي كتب، لكن فحوى كلامه يقول أنها كل الكتب الدينية. ومن هناك لم أعد أهتم لمحتواه وألغيت متابعته. والسبب جهله الفظيع. فإن كان هو يدعي أنه متنور يقول هذا فهو جاهل. وأيضا من الأشياء الغبية صراحة التي يقولها أن أمين جاء من كلمة أوم، يعني التي يقولونها في المانترا في ديانته الهندوسية. هذا غلط طبعا، ضد اللغة والدراسات اللغوية والكثير من البحوث العلمية الأخرى، تمام؟ فإن كان متنور يقول مثل هذا فهو جاهل جهلا عظيما جدا، فقد وجد من هو أعظم منه تنويرا، ولم يكن للكتب المقدسة إلا كل احترام وتقدير. قد تعترض وتقول لي لأنهم خائفون، لم يقولوا يعني أي شيء في الكتب المقدسة. فأنا أقول أنك لا تعرفهم
لأنهم لم يكونوا يخافون وكتبوا وأعلنوا أشياء كفرتهم وقتلت بعضهم ودتهم للسجون، فحجة الخوف هنا غير صالحة. انتهى الاستدراج. تمام. وأزيد، نرجع لموضوع الاكتئاب والامتنان والحمد، أن من أسباب الاكتئاب تمحور تفكير المكتئب حول نفسه. فأنت لو ربيت قطا أو جملا أو فنكا سيخف اكتئابك علميا وبالتجربة، فما بالك برعاية إنسان. لهذا أنا من أشد دعاتي لإنجاب الأطفال بوعي وتسهيل عملية الإنجاب للجميع، من تيسير الزواج وتوفير مناصب عمل وبيئات مشجعة على التكاثر ومحاربة النزعات التخريبية السائدة، يعني ليست سائدة 100%، يعني انتشرت حاليا، يعني زاد انتشارها، مثل الفردانية الغربية واللانجابية. وأزيد هنا في هذا الصوتي حركة دينك، Double Income No Kids، اختصارا دينك تسمى. وهذه الحركة حركة سفيهة في نظري، هو أنه يأتي زوجين ويقولون لدينا راتبين ولا نريد الأطفال لنعيش حياتنا طول وعرض. طبعا هذه نزعة تخريبية للمجتمع. لذا تقول لوري سانتوس في قصة، يعني أنه أفضل وأسرع طريقة، أسرع وأجدى طريقة لعلاج الاكتئاب، أو لوري سانتوس هذه أستاذة علم النفس بجامعة يال، عندها خبرة فوق 16 سنة، تقول أن أسرع وأجدى طريقة لعلاج الاكتئاب والخروج منه أن تترك ما في يديك فورا، تعثر على إنسان يحتاج المساعدة وتساعده. وأزيد من عندي هنا أن الأفضل أن تفعل ذلك واقعيا وليس عبر الأنترنت. وصلة الرحم مهمة هنا، لأنه لو تختار الإنسان من قرائبك، تمام، سيكون لديك صلة الرحم وتربح رزق أوسع وفسحة في العمر. فإذا هكذا انتهت خاطرتي ولله الحمد على الاكتئاب وضرورة الامتنان والحمد والشكر. فالحمد لله رب العالمين الذي يسر علينا أن ننهي هذه الحلقة. شكرا لكم لحسن الإصغاء والاستماع. نلتقي إن شاء الله في الحلقة المقبلة، كونوا قرباء أو بالقرب. شكرا جزيلا. سلام.